مش بالهين منعرف انه هالطريق ما رح يخذلنا وهالمسار ما رح يطعن فينا. هالشي بكلفنا احيانا وقعات كتير وعثرات اكتر. بوصلتنا مثلنا بتكبر وبتنضج وبتوضح مساراتها، ومثلنا بتتعلم من دروس الحياة. كتار منا بتوجعن الاتجاهات قبل ما ترميون على دروب السلام الداخلي، وبتحبطن الطريق قبل الوصول. هون البوصلة بتقول كلمتها، بتميز الصح من الخطأ، وبتأكد أكثر شو نحنا، شو هويتنا، شو قراراتنا، وشو عم نعمل بهالدنيا. ببرنامجي ضيفين رح يواجهوا بوصلتهم قدامكم انتو الجمهور، ورح يوقفوا بجرأة أمام أهم المواقف اللي حددت نظرتهم لأبرز الإشكاليات. أنا وإنتو جزء من هالمواجهة. حول طاولة مستديرة بتتوسطها بوصلة رح نوقف قدام محطات بحياة كل ضيف ما مرقت بلا أثر، ونستعيد مواقف أطلقها قدامكم أنتو الجمهور، ونسأل حالنا عن الخيارات والمسارات والرأي اللي بيميز هوية كل ضيف. ضيوف البوصلة رح تجمعهم طاولة الحقيقة. ضيفين وأنا وإنتو والبوصلة بيناتنا. ضيفي فيصل عبد الساتر، إعلامي ومحلل سياسي لبناني، عارف شو بده ولوين عم بتوصله بوصلته، غني بالمعلومات ومتابع للسياسة اللبنانية والإقليمية. كتار بينطروا شو بده يقول، بيشوفوا من كلامه لوين رايحة اتجاهات البوصلة. معه رح نوقف قدام أبرز مواقفه ونسأله شو كلفته الاتجاهات. ضيفتي لمى الرهوانجي، مؤثرة وسيدة أعمال ومن أبرز وجوه السوشيال ميديا بسوريا، رغم أنه بوصلتها رسمت قدامها من هي وصغيرة لما خلقت ببيت رجل الأعمال السوري زياد الرهوانجي. رفضت إلا ما هي تصنع اتجاهاتها وتعيد رسمها على طريقتها. بمحلات الحياة ما كانت هينة معها، بمحلات واجهت وصنعت نفسها من هالمواجهة. رح نوقف الليلة عند أبرز محطات هالبوصلة ومساراتها. وأنتو الجمهور، رأيكم بيصنع مسارات وبغير معادلات، وإذا كانوا ضيوفي على جهات الشرق والغرب وأنا على الجنوب، فأنتو أكيد على جهة الشمال، محل ما القلب بيدق وبينبض بالحياة لمواصلة الطريق بصعوباتها وجميع احتمالاتها. وأنا مثل ضيوفي أحياناً كذبت البوصلة وأحياناً صدقت الاتجاه الخطأ، ومثلي مثلهم كمان تعلمت وقويت. نحن الأربعة رح نقعد حول البوصلة ونواجه مزاج الاتجاه. مساء الخير فيصل. مساء الخير لمى. مساء النور حبيبتي، وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الـ TV، وأهلا وسهلا فيكم قدام بوصلتكم، قدام اتجاهاتكم يلي أخطأت ويلي أصابت. جاهزين نواجه بوصلتنا؟ يلا يا بوصلة دوري. أولكن عند مين بالأول حتكون؟ كان لازم توقف عندك. من الأول بدك تخلصي منها. البوصلة وصلت لعندك فيصل. بعض اللبنانيين بيرفضوا ربط بوصلة لبنان بغزة. تجنب هالمسار ما كان وارد، ونطول اليوم الحرب بالجنوب. نحن في كل يوم نواجه مثل هذا السؤال، لماذا حزب الله أراد ربط الجبهة الجنوبية بغزة؟ كل الوسطاء الذين جاءوا إلى لبنان لم يكن همهم سوى مصلحة إسرائيل وليس المصلحة اللبنانية، وبالتالي ما يهم حزب الله في هذه الجبهة هو البقاء على هذا الموقف الذي فيه حماية للبنان من جهة، وأيضا هو مساندة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي تركه كل هذا العالم. وبالتالي إذا ما توقفت هذه الجبهة سوف يستفرد أكثر فأكثر بالشعب الفلسطيني في غزة، ويحقق الإسرائيلي ما يريده عبر الوسطاء وعبر قبول بعض الأطراف بلبنان لما يريده الأمريكي والإسرائيلي ضمناً. فلماذا حزب الله يريد أن يرضي الأمريكي والإسرائيلي على حساب ما يراه من مصلحة لبنان الأساسية، وهي أن يكون لبنان قوة رادعة للإسرائيلي قبل أن يتعشى بنا نتغدى به؟ يا بوصلي دوري.
البوصلة صارت عندك لما من أنس نصري اتجهت بوصلتك صوب يزن السيد. كيف علاقة بي بنتك ببي ابنك؟ وكيف علاقتك أنت اليوم بزوجك الأول؟ علاقتي بأنس كتير منيحة، يعني متواصل أكيد كرمال أصالة وهيك، وأصالة ويزن كتير علاقتهم منيحة، بس أنس ويزن يمكن التقوا بس مرة واحدة، يعني ما في تواصل بيناتهم، لا في تواصل بيني وبين زوجة يزن السابقة ولا بيني وبين زوجة أنس الحالية. يا بوصلة دوري. البوصلة شكلها عم بتروح صوبك، هيها وقفت عندك. مش بتقول جعجع عاطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب المقاومة، الخلاف على سلاح حزب الله عملكن هالقد أعداء؟ لا، يعني أولاً يعني بالنسبة للسيد سمير جعجع والقوات اللبنانية عموماً، فهي ليست المرة الأولى التي تتناغم فيها مع ما يطلبه الإسرائيلي والأمريكي. أنا لا أريد أن يعني أفتح سجلات الماضي صفحات مؤلمة في تاريخ لبنان، يعني كانت القوات اللبنانية ما شاء الله يعني سيدة في العلاقة مع إسرائيل سابقا والتحالف مع إسرائيل. الآن يعني خلينا نتحدث على بساط أحمدي مثل ما بيقول. اليوم هذه المقاومة استطاعت أن تحرر لبنان، أن تنتصر على إسرائيل، أن تهزم إسرائيل، أن تهزم كل التحالف الذي جاء لكسر شوكة حزب الله والمقاومة في لبنان. طيب هذه المقاومة في لبنان أوليست تدافع عن لبنان وعن اللبنانيين؟ أوليست قوة للبنان واللبنانيين؟ فلماذا بعض الأطراف في لبنان بدل أن يكونوا على الأقل إذا لم يكونوا يعني قادرين على أن ينخرطوا في هذه المقاومة، وهذا بالتأكيد لن يكون بمقدور هؤلاء وليس في نيتهم، لكن على الأقل لا يكونوا أصوات لأعداء المقاومة. القوات اللبنانية بتصريحاتها وتصريحات السيد سمير جعجع على وجه الخصوص هي تصريحات تصب في مصلحة إسرائيل وما يريده الإسرائيلي. أنا لا أريد أن أقول أن هناك تنسيق أو أنهم يعملون بتوجيهات إسرائيلية، لكن هذه هي النتيجة. يعني عندما يقول الإسرائيلي أوقفوا الجبهة اللبنانية أو دعوة إلى نزع سلاح حزب الله أو أن يكون هناك تحرك دولي تحت هذا العنوان، وتأتي القوات اللبنانية في نفس الوقت تقول مثل هذا الكلام ويبررون بأنهم يريدون سيادة الدولة. يعني سيادة الدولة لا تكون إلا بنزع سلاح حزب الله الذي يخيف العدو الإسرائيلي. يا بوصلة دوري. لما البوصلة صارت عندك، بنتك أصالة نصري عايشة معك ومع يزن، بيا ما خاف على مراهقة تعيش مع زوج أمها؟ هلأ الصراحة يزن ما في منه، يعني هو كأب أنا ما شفت أب مثله، قد محنون قد ما بيعطي وقت لأولاده. يعني أنا دائما بقولها بكل لقاءات أنه هو يعني إذا ابنه عنده تدريب، أنا بتذكر أمي أو أبي ممكن يروح يوصلوني على التمرين أو على النادي ويرجعوا على البيت، هو لأ بيقعد وبينطر التمرين يعني إله مو كتير في أهل، ما حقول أنا أنه الكل، بس ما في كتير في أهل إلهم جلد أو عندهم الوقت لحتى يعطوه هالقد لأولادهم. فهنن كتير متفقين أصالة ويزن، بس وأنس أبداً أبداً ما فكر أنه أو أكل هم، لأنه هو بيعرف نهاية خياراتي وأنه أنا أكيد ما حختار شيء ما يكون منيح لبنتي. يعني طب وقدرت زوجة أنس تصير أمها؟ لسه ما في حدا بيقدر ياخد مكان الأم، يعني أنا ما حقدر أخذ مثلاً مكان أمي عرب ولا حقدر، ما حدا بيقدر بياخد مكان الأم، ولكن حسب أنا كيف بقدر عبيلها براسها كيف تتعامل معها، هذا الشيء بيعكس عليها أنه هي تحبها أو ما تحبها، تتقبلها أو ما تتقبلها. يعني هلأ وقت كانوا طالعين بالعيد كانت عم تنسق هي ومرت أبوها أنها تعمل سيربرايز لأبوها مشان تطلع معهم على الجونة، وقالت لي أنا بتواصل مع مرته لبابا وبدي أحجز وكذا، فقلت لها برافو عليكي وفاجئي وكذا. فأنا لو أنه بدي غار وقال لها لأ وممنوع تحكي معه وممنوع تتصوري مثلا معه وممنوع تروحي تنامي عنده، هذا كله بيعمل للبنت ضغط بيأثر عليها. يا بوصلة دوري. البوصلة وأخيراً اتجهت لعندي.
حققت حلمك لما ناطرة اسمع صوت الضمير. هل بوصلة الجمال الطبيعي ضيعت طريقة؟ المذيعات والممثلات اليوم صاروا نسخ متشابهة؟ وينك من هالواقع؟ اليوم إجبار الواحد يضلوا بالترند وترند التجميل، بس أكيد بالحدود، يعني مش ما كل حدا شاف حدا شو عمل يروح يعمل مثله، يمكن ما بيلبق له. بس اليوم نحن بعصر الصورة، وفي قصص عم تنزل كتير جديدة بعالم التجميل والجمال، فمش غلط كمان اليوم السيدات العاديات، مش ضروري سيدة معروفة أو على التيفي أنه تعمل هيدا الشيء. بس اليوم كل السيدات عم بيهتموا من هالناحية، ومنا شيء غلط أنا بالنسبة لإلي، بس كل شيء بحدود، يعني يا بوصلة دوري. وهلا سؤال الجمهور لفيصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع أم ضد هجوم فيصل عبد الساتر على جعجع بمعظم مقابلاته؟ فيكن تجاوبوا على هالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالـ LTV. يا بوصلة دوري. فيصل، عندك صارت البوصلة. منع الإعلامي بقناة العربية طاهر بركة من دخول لبنان بعد محاورته لإسرائيلي، هيدا المسار قانوني عادل أو قمع للحريات؟ لا، أنا ما بشوفه قمع للحريات، طالما أنه يلحظ القانون اللبناني الذي يمنع على اللبناني أن يجري أي حوار مع إسرائيلي. هلا طبعاً الذين لم يعجبهم هذا الأمر وانتصروا للإعلامي طاهر البركة زميلنا، طبعا هنا لا أدخل في الشخصي، طاهر بركة شخص محترم على المستوى الشخصي ما إلي علاقة، قد يقولون أنه هذا الأمر له علاقة بالمؤسسة التي يعمل بها وأنها لا تمنع مثل هذا الأمر. إذا كان هذا يعني هذا هو المنحة الذي يبرر به مثل هذا الأمر، فعمليا هناك كثر لبنانيون في كثير من المحطات، فخلينا نفتح بازار مع الإسرائيليين تحت عنوان أنه يعني ما في أي مشكلة وأنه فيهم يتواصلوا مع الإسرائيل. يا بوصلة دوري. لما البوصلة عندك، أنت أجهضت طفلك الأول خوفاً على سمعته، الزواج بالسر وصلك لتقتلي روح، هل قد ظلمك المجتمع؟ هلا مو هالقد ظلمني المجتمع، بس انا بخاف، يعني ليكي انا انسانه من اول ما بلشت حياتي صرت صبيه وصارت هالقصص وحكي وقصص وصير بتقبلها على حالي، ما عندي مشكله لما تطلع اشاعات انا قادره انه كذبها على حالي. بس لما كنت حملت وكنا لساتنا ما حدا بيعرف انه انا ويزن متزوجين، فلقيت انه اوريدي العالم عم تحكي علينا اشكال الوان وشي صار وشي ما صار، فأنا بحس إنه هذا الطفل هلأ إذا هو زواج بالسر، لأنه بدهم يسألوني ليش بالسر، لأنه يزن كان خايف إنه ابنه يعرف، خايف عن مشاعره. يزن قلت لك كتير حنون وكتير بياكل هم ابنه، لسه ما كان في عنا الابن الثاني، فأنا حسبت إنه أنا أخذ قرار الإجهاض ولا أنا يعيش ابني كل حياته عم يقولوا آه والله لأنه طلعت حامل كانت صاحبته، لأنه طلعت حامل قام تزوجه فهذا ابن حرام، حيضل كل عمره إذا بتبلعي لهم المصحف انه احنا كنا متزوجين بدنا نقولوا عليه هذا ابن حرام. فلهيك انا قلت لحالي لا يا بنت اجهضي احسن ما يضلوا يحكوا، وانا يعني شايفتها مع عالم صار تاني. عندك احساس بالذنب بسبب الاجهاض؟ هلا اكيد طبعا ما في انسانه ما بتزعل، بس انه ما حيحس الطفل بشيء، يعني بس لما لو كان ولد عايش، يعني اذا احيانا بتلاقي انا شايفتها المجتمع اللي حوالينا اذا وحده تزوجت ولدت بعد 7 شهور بيقولوا لك هي لأنها حبلت تزوجوا وعملوا عرس وركضوا لحوا حالهم، فإحنا عايشين بمجتمع ما بيرحم. وأنا صريحة يعني حكيت هذا الموضوع وما كنت عارفان إنه هن العالم هالقد رح يهاجموني يعني بهذا الموضوع. بس أنا بالنهاية الصراحة بآخر شيء بعمل شيء اللي أنا بيريحني والشيء اللي أنا مقتنعة فيه، يعني أنا هلأ هيك أحسن لي العالم تهاجمني إلي أحسن ما يجيني ولد ويقولوا عنه إنه والله هذا ابن حرام. يا بوصلة دوري. البوصلة عندك فيصل، اتهمت إعلاميين بقبض مصاري من الجيش والأمن اللبناني، اليوم مين يلي عم يقبض وكيف قدرت أنت تتجنب إغراء الرشوة؟ أنا أصلاً لم أتهم أحد بعينه كاسم، يعني
بس قلت انه في كثير من الاعلاميين بيتقاضوا من مؤسسات ومن جهات، ومعروف هذا الامر يعني ليس بالسر يعني، ومش وظيفتي انا يعني اقعد ادور على الاسماء واقول مين. انا وظيفتي نبه الاعلاميين ان لا يكونوا مرتهنين لاي جهه مين ما كانت هالجهه، لبنانيه او خارجيه، امنيه، عسكريه، سياسيه، رجال اعمال، لانه الاعلامي ايضا يشرب ويباع بعض الاحيان. الاعلامي عم بحكي بالعموم، مش ضروري انه كل اعلامي يعني، بس انه الاعلامي ايضا بيقول لك انه انا ساعه بكون مستشار وساعه ما بعرف شو الى اخره، تحت هذا العنوان بصير يسوق لشخصيات ولجهات ومعلومات، وبصير يقول لك سجلي عندك واكتبي عندك وهيدي معلومات ومش تحليل ومش عارف شو، بيتبين انه ثلاث ارباع هاي القصص كلها مركبه ومفبركه لايصال رسائل معينه، ويبرر لنفسه بعض الاحيان ما يتقاضاه. انا ما عندي مشكله واحد يتقاضى بس بعنوان واضح، بطلع انا بقول انا اعلامي اعمل في هذه المؤسسه كمستشار كمش عارف شو الى اخره، اما تطلع تتشاطر على العالم وتتبهور على العالم واخر شيء كل اخر شهر بيجيك شيء، فمعلش بكون تسمحوا لنا، لانه الاعلام اليوم بيلعب دور كبير وصار دوره أساس. نحن عم نشوف الآن بكل هذا الصراع نتنياهو اليوم فقد كل شيء بسبب الإعلام والتحرك الإعلامي في العالم، فقد حتى السردية التي استند إليها الإسرائيلي في كل ما يقوم به. يا بوصلي دوري. وصلت البوصلة عند الجمهور، وهلأ السؤال للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمى، مع أم ضد قرار لمى الرهونجي بإجهاض طفلة لتحميه من كلام الناس الظالم؟ شاركونا آراءكم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالال تي في. يا بوصلة دوري. وقفت عندك لما بتعرفي بحالك لشركات بالإمارات، انت من يلي الإيمج تبعهم بتسمح لهم يدقوا بواب ويحركوا بوصة الفرص بعكس كتير مؤثرات؟ صراحة هذا الموضوع حتى أنا صرت أنصح فيه اللي بيشتغلوا بنفس المجال تبعي بسوريا، لأنه بالإمارات كله بيشتغل بروفيشنال مو مثل عنا، يعني عندهم ايجنسيز، هن الشركة مثلا بتحكي مع ايجنسي وبتقول لهم أنه أعطونا شو عندكم انفلونسر شو بتنصحونا، فهن ما بيعرفوني يعني، هن بنظروا أنه أنا عايشة بسوريا أنه شو رح اعمل لهم انا عايشه بسوريا، يعني انه ما عندنا مثلا ما فينا هلا نشتري بالكريدت كارد، ما في دليفري وورلد وايد، ما في انترناشونال او اي شيء يعني له علاقه بنفس التطور اللي موجود عندهم بالامارات. فانا وحده من العالم اللي صرت شوف مين في انفلونسرز مشهورين بالامارات، ابعت للشركات على صفحاتهم وقول لهم انه انا فلان الفلانيه وعندي هذا الحساب وانه انا بتمنى نتعامل مع بعض، شو صيغه التعامل اللي ممكن تصير بيناتنا، فهنا يفوتوا على الحساب الموظفين. بس البعض بحس انه هيدا الشيء بيقلل من قيمه الانفلونسر. ما بيشغلني، ما بيشغلني. لا بالعكس، هذا دق الابواب لصناعه الفرص يعني، ما حيعرفوني يعني. انا بكون تقليل من قيمتي يوم انا يبلشوا الشغل معي ويلاقوني انه انا بدون فائده، يعني انا بكفي انه هنا في شركات اللي عم بشتغل معهم اكثر من 3 سنين بس لما لغوا التعامل معي بالامارات بلبنان، فهذا الشيء لحاله بكفي. انا كيف بدهم يعرفوني هن؟ يعني العالم كبير، في كثير انفلونسرز خصوصي بالامارات، السوري بجيب سوريه، العراقي بجيب عراقيه، الهندي بجيب هنديه، يعني السوق كبير بالامارات. فاذا ما انا نبهت على العالم انه في هي المخلوقه موجوده ما حدا حيشوفني. فيصل ولما وانتو وانا واجهنا المسارات وجاوبنا على اسئله البوصله. بعد البريك رجعين لنوقف قدام محطات ممكن تتقاطع فيها الاتجاهات وممكن تختلف الاراء، بيروح كل ضيف بطريق. بعد البريك. رجعنا بعد البريك عبر شاشة الال تي في. بهالفقرة رح توقف البوصلة بالنص، نفس السؤال رح تطرحه على الضيفين وتخلق نقاش بحدد نظرتهم لإشكاليات من الحياة. لما بتتركي ابنك مع عاملة فلبينية لما تسافري، برأيكم شو الانعكاسات النفسية على الولد لما تربيه المساعدة؟
البنت يعني اللي عايشة معي أو اللي بتربي أولادي هي لها عندي 15 سنة، يعني هي ما خلق بين يوم وليلة، مو إنه جبتها من مكتب وأنا قررت إنه أي حدا بجيبه وبحطه مع أولادي وبتركهم. أكيد بنسمع كتير بالمشاكل اللي بتصير العالم بحطوا كاميرات للفلبينيات أو للعاملات، وشو بصير مشاكل، بيجوا معهم أمراض نفسية، بيضربوا الأولاد، بيعنفوهم. فأكيد أنا ما بأمن لو ما إنه أوريدي مرأة بتجربة مع أصالة وهلأ آدم، يعني ما بعتبرها. بس من ناحية تانية إذا كانت منيحة هالعاملة بيتعلق فيها الطفل وممكن تسبب له مشكلة إذا فلت بيوم ما. هلأ هي أصالة كبرت صارت صبية وما تعلقت فيها أكثر ما تعلق فيني، يعني ليكي شيرين أنا لما أكون معه بيعرف إنه هي ماما خلص، يعني بيحبها وكل شيء. بس يعني أنا كانوا يقولوا لي إنه بكرة يعني بتاخذ محبتك أكثر كذا، بس جربتها مع أصالة وما صار شيء. يعني وقت أصالة كانت لسات البنت عندي جديدة، فكان دائما تضل ماما معاها وفي البنت، فأكيد ما كنت أمن وما بنصح أي حدا يأمن يترك أولاده أكيد مع وحدة. بس أنا الحمد لله هي بحسها نعمة من الله ورضا أهلي، هي يمكن بحالة شاذة يعني، وأكيد قليل قليل ما يلتقى منا بالحياة هي الإنسانة. فيصل شو رأيك؟ هلا بالمبدأ بتعرفي هذا عالم الآن يعني أدخلنا في كثير من المشاكل، لأنه إذا طلعتي ضد هيدي الفكرة بيقولوا لك أنت ضد التحرر وضد المرأة العاملة، وإذا كنت مع معناتها أنه أنت أيضا عم تضحي بالأسرة وإلى آخره. أنا برأيي الجواب القطعي هون وهون أصبح خطأ الآن مع تطور الحياة المجتمعية عموما وتداخل يعني القضايا ببعضها، لكن من حيث المبدأ التربوي بالأساس بالتأكيد كل عاملة تكون في بيت على حساب وجود الأم أكيد هذا أمر سلبي وليس إيجابي، حتى لو بتكون شو ما تكون هذه العاملة يعني مواصفاتها يعني بالمبدأ، لكن يعني لكل قاعدة إلى استثناء مثل ما بيقول كل واحد وظروفه يعني، يعني في بعض الأحيان أنه أنت مضطرة. يعني فيصل بتقول أنه أجرك ظلمك، أنت اليوم من الفقراء، ولما قديش مهم يكون الرجل غني بحياتك؟ شوفي أنا شخص أعمل بتعبي بجهدي، شو بدك هذه الإطلالات التلفزيونية المتنوعة واليومية، أنا يعني ما بتطعميني خبز مثل ما بيقولوا، ومش كتير يعني مهتم فيها تحت هذا العنوان، يعني لا أشترط ولا أقبض ولا أتقاضى ولا مش عارف شو، هذا كله ما إله عليه. أنا شغلي تعبي، هو التعب الشخصي اللي أنا مقدم برنامج تلفزيوني صارني كذا سنة، مدير أيضا بتلفزيون صارني كذا سنة يعني سنوات طويلة، وأنا صحافي يعني مش صحافي تعول هودي اللي بيقولوا الفاست فود، أنا صحافي صرني 25 سنة 27 سنة يعني، فإلي عمر يعني تناسب مع يعني مع قدراتي وإلى آخره. الأجر الذي أتقضاه من راتبي أكيد هو مش بس مظلوم، أنا مظلوم ودبل يعني. يعني أنت من الفقراء اليوم؟ أنا فقير أصلاً لم أكن غير ذلك يعني، والله يحب الفقراء يعني، فأنا فقير والحمد لله. لما قديه مهم يكون الرجل غني بحياتك؟ هلا يمكن ما بحسه هلا مهم يعني، لانه انا انه انا وصغيره يعني بشتغل وعندي كل شيء مأمن لي، فعلى وضعي هلا حاليا ما بيعني لي انه يكون الرجل غني. يعني انا ما يعني ما حلمي انه يكون عندي شغلات، انه والله يجي جوزي يعطيني اول كل شهر انه بادجت خدي روحي سافري واشتري وكذا. انا بحب الشيء اللي بشتهيه يكون عندي، والحمد لله يعني اي شيء بشتهي بيكون عندي. ما عندي أحلام أركب سيارة آخر موديل، يعني عندي قناعة بالوضع الحالي، يمكن لأنه أنا عندي مدخولي الخاص فما كتير الموضوع بيعني لي. مين بيصرف على البيت أكتر، أنت ولا يزن؟ والله هو يزن عامل مصروف للبيت ثابت، بس أكيد ما رح يعني يكون أنا ألتزم فيه، أحيانا بيزيد عليه أحيانا أنا بدفع شيء ما بقوله عليه، وكمان أبوه لأصالة بيصرف عليها، فعندي وارد من هون ومن هون. فيصل بروح بقعد معاكم كمان. لا بدك تقعد معنا، انت بدك تساهم كمان. نشر الحياة الشخصية وغرف المنازل على السوشيال ميديا، انت هيك خصوصية ام حرية؟ يعني انا بحب هيك، بحب شارك العالم بكل تفاصيل حياتي. هو بالنهاية يعني كل واحد له افكاره، يزن ضد هذا الشيء بيقول لي ما حلو وما في برايفسي، بس انا بحب شارك العالم هالقصص. يعني حبوا آدم، حبوا أصالة، بيحبوا يعرفوا كل شيء عملته، إنه اليوم شو طبختوا
وين رايحين، وين اخذتي ادم، يعني هو هذا اللايف ستايل. في خلاف انت ويزن على انك تنشري لادم صور وفيديوهات؟ كان بالاول ما بيحب، يعني لانه العالم يقولوا له انه عين وما عين وما بيصير وبيصير وكذا، وانا اقول له انه الله الحامي. زوجك مثل مارتن. لا لانه بقول له يعني في عالم يعني هالملياردريه والبليونيريه اللي عم ينشروا على السوشيال ميديا والسيارات والقصور والاولاد اللي بتاخذ العقل المودلز، يعني هدول كلهم حينسون، هلا احنا حننسفق عين. فيعني بس ما بتحسي انك عم تحطيه لادم تحت ضغط الضوء والشهره عبكي؟ انا كمان اذا ما نزلت له العالم كلها عم تضغطني، ليش ما نزلتي له؟ احنا ما بدنا نتابعك، نحن عم نتابعك مشان ادم. شو بدي اعمل؟ حليها اذا بتحليها. يعني ليكي هلا في عالم ما لمع هذا الموضوع، بس انا اختي هيك فكري لحاله، هيك قناعاتي. يمكن هو بس يكبر يلومني، يمكن ينبسط بس يكبر يلاقي عنده حساب في عليه مثلا ان شاء الله بيصيروا مثلا مليون، يلاقي صار عنده مثل بزنس، صار عنده اساس. عم تصمد له اللايكات والمعجبات. ايه بعد الدغري بيطلع فورا بيعمل دعايات بقبض مصاري، يمكن يجي يبوسني يقول لي شكرا ماما. طبعا هذه مساله اشكاليه الان موجوده ومطروحه، وحدا بياخذها من باب نظر السلوك التربوي او النظريات التربويه الحديثه، وحدا بياخذها من نظريات الاجتماع. لكن انا بعتقد انه حتى اللي بيعترضوا يعني ممكن كمان كثير بيعطوا مساحه كثير للاعتراض، ما بيكون لها اصل يعني. واللي مع بيشجعوا كمان بالمطلق، كمان عم يشجعوا بدون اي مساحه. انا برايي دائما النظره الوسطيه بالامور منيحه، طالما الام بتكون معروفه والبي معروف. هلا انا في نقطه، مو انه انا والله عملت له حسابه لابني وقررت انه هذا الولد بدي ضل عم نزل له، انه هذا الولد رح يصير عنده متابعين رح ينشهر كذا. يعني كثير انفلونسرز عندهم اولاد وفاتحين لهم اكونتات، يعني سبحان الله هذا الموضوع موضوع قبول العالم، هي حبته. يعني هو ابني ما له ملك جمال بس عنده كاريزما، عامل كاركتر نهفاته، فهن العالم صارت تتقبله وبالنهايه كاريزما. يعني اعطيكي نموذج انا كثير رح يكون قريب كثير من نمط تفكيرك، ويمكن شيرين رح تشوف ولا على صفحتي على الفيسبوك. انا كثير عندي علاقة بوالدتي، أمي عمرها 91 سنة، كثير مهتم فيها، كثير أي شيء بيصير معاها تابعها، لأنه بحب من خلال هذه المتابعة أني أوجه رسالة للآخرين. ولا أنا يعني بحاجة لحط صورة؟ يعني ما عندي آلاف وعندي كل الناس بتعرفني. أنا عم بحط صورتي مع أمي أو بحكي عن أمي للناس تفكر أنه هيدي أمك، اوعى تنساها لأمك، هيدي امك، هيدي ما عادش يجي مثلها، امك كل شيء بالحياه، امك وجودك. فبكتب عن امي، بقول اليوم امي اخذتها على الحكيم او على المستشفى، امي عندها جلسات علاج يعني اسبوعيا، واي شيء بصير معها انا حاضر، كل شيء بكتبه بحط صورتها. هي انت عم تشجع العالم انه انا عم شجع العالم، رساله بر، وبنفس الوقت بخلق لها روح معنويه لإلها. يعني انا بس روح لعندها بتقول لي شو يا فيصل بدنا نتصور؟ بقول يلا بنتصور. إذا مرقت جمعة أنا ما حطيت صور كلهم، هلأ الآن نحن وقاعدين بيعطيني عشرات الرسائل، كيف الحجة، كيف صحتها، لأن أنا ممكن ما حطيت صورة هالجمعة. نعم، وصلت العلاقة الزوجية بأي اتجاه ممكن تتحرك لما يكون أحد الزوجين أو اثنيناتهم من المشاهير، ومين هو يلي بيدفع الثمن الأكثر، الرجل أم المرأة؟ السيدة وقت يكون زوجة مشهور، يعني أحكي أنا على الحالة تبعي، تكبر عقلي. يعني الوحدة تكبر عقلها، بده يكون عندها ثقة بنفسها، بده تضل دايماً عم تحاول إنه هيك تكون مرتبة، لأنه هي بنهاية مثلاً بيوسط دايماً عليه الأضواء، وبده تتقبل تعرف كيف بده تحل مواضيع. إذا لقطت مثلاً وحدة عم تتحركش بجوزة، إذا وحدة كانت مثلاً عملت حركات مثلا كانوا بمكان عام، انا صايره معي قبل هالمره. يعني انت متفهمه لما اذا لقيت حدا انه كثير وقح ممكن اخذه على جنب، وهي في عالم بتضرب بتصرخ بتصير مشاكل. انت شو ممكن تعملي؟ لا كثير قلبي بارد، يعني باخذ حقي هيك على الهسي. طمنتي لي يا زلمه، لكن ماشي الحال. يعني انت بالاخر كعيتي على قد ما قطعتي على معجبات مع يزن. لا ما كمان هي، ما هي كمان كمان هي من نفس المحل، ما هي كمان مشهوره ومعروفه، يعني كمان زوجها مفترض يتعاطى بنفس الطريقه. الشاب يعني
عنده حرية أكثر بهذا الموضوع. صح. يعني بضلني براقبه لزوجي دايما، بس بعد بقى قلت له، عرفتي كنت قل له بعلم بتراقبي يعني ليزن. ما فيني يا أختي، هيك بحسك براحة نفسية، ولو أنه أنا بثق فيه أو ما بثق فيه هيك بحب يعني. أنت بتوثقي فيه ولا ما بتوثقي فيه؟ لا والله صريحة. ما في يعني مين ما في رجال بالوثق يعني فيه. في نظرة عامة المرأة لا تثق بالرجل. طبعا نحن هون مش عم نتحامل على المرأة، عم نقول قديش الرجل يعني سيء. هلا نحن كنا عم نحكي عن المعجبات قلبت عيزن. هلا الرجل عنده هي يعني المفروض كنت تقلب على المعجبات قلبت عيزن. لا لا انه يزن لانه هو رجل والرجل لا يوثق به. بس هو ايه هيدا المعتقد اللي انت اخذتيه عن الرجال كلياتهم كلهم. ايه هلا طبعا هذا موروث هيدي عن تجارب اكيد. لا شيرين عن تجارب موروث ثقافي كمان. لا عن تجارب ما شفت ولا وحده عامله لزوجها تمثال انه هذا الشخص لا لا ما لقط عليه قصه او مشكله. شوفي يعني مدام لما هذا اولا موروث ثقافي مجتمعي، يعني هذا لا ياتي من فراغ، يعني اولا لانه هالقد الرجال صوفته حمراء يعني، بس انه هذا لا ينطبق على كل رجل. لا بس انا اذا حكيت كلمه على زوجي بدققوا يعني انه خلص انه ما في غيره. لا لا بالعكس، هو لانه يزن صريح يعني. لا بالعكس انت صريحه اكثر. انت بتقوليهم هيك دغري. خلص ليش حتى يقولوا لك انه هي عايشه باللالا لاند وفكره انه شوفي عدم يعني عدم شايفه ومصدق، عرفتي؟ عدم الثقه لا يعني يعني انت اذا اليوم رقبتي ليزن طول الوقت هو ما راح يخون؟ لك اكيد مبلا هي ما خص بهي، بس انا هيك بحب شوي اعمل حالي اضحك على حالي شوي انه انا عامله كنترول يعني ان واي يعني، عرفتي؟ بس هو ما في ولا رجال ممكن وحده تثق فيه. ما عم بحكي بس على يزن، عم اقول لك انا مجتمعي كبير والسوشيال ميديا تبعي. هلا هو بيعرف انه هو تحت المراقبه اذا ما كان بيعرف اليوم. لا لا بيعرف، ما عنده مشكله هو لانه عرفان حاله بده يعمل شيء يعني ما حقدر يعني وقفه يعني. هو الزوجه مش حتحمل عصاي يعني، بس هي عم نحكي فقدان الثقة بالمعنى النفسي الداخلي شيء، وفقدان الثقة يعني والمجاهرة بها تتحول إلى كارثة. أنت برأيك في شيء مثلا رجال لازم الوحدة تكون واثقة فيه يعني بعلاقات زوجية برأيك؟ شوفي أنا ممكن هون خالفك بوجهة النظر ست. هلا أنا بحس إنه هون الحق على الرجال بهالموضوع. لا بدي أطلع أكيد. هون بدي فوت بمنظور ديني، يمكن يعجبك أو ممكن ما يعجبك. لما الرجل بده يشك بزوجته او ما يوثق بزوجته هذا جحيم بالنسبه لا لازم. نحن عم نحكي على الرجال ما بيفكروا دغري بيطلقوا وقت واحد ما بيضطر انا اعيش مع وحده شاكك فيها. قلت لك لانه هو لا يسمح لنفسه ان يصل الى هون لانه هذا بتحول الى الجحيم. اما اذا طب وليه هي بدها تسمح لحالها؟ اما اذا المراه اذا لم تثق به لن يتحول الامر الى جحيم، لكنه بالتاكيد سيكون موضع خلافات يعني بشكل متواصل. هي الامراه بتعطي لانه للرجال فرص دائما بلا اطوار. اي بلا اطوار بتتعامل معه كانه ايه طب انطلاقا من يلي عم نحكي. وهي ضنينه اكثر باسرتها وضنينه اكثر باولادها. ايه بتاكلهم. الغير الزوجيه اي متى بتقلب بوصه العلاقه؟ وهل الخيانه مسموحه للرجل وممنوعه للمراه؟ ثقافتنا المجتمعية لا تقبل هذا الأمر يعني أن يصبح تقابل. يعني ما فينا نقول الرجل خان أو يعني هذا معناته أنه نقبل المرأة تخون يعني. لا لأنه هون في يعني في مثل ما بقوله محرم لا يمكن لأحد أن يقبل به بالمعنى الذهني نتيجة الموروث الثقافي. بس طبعا يعني مش بالتأكيد أن يكون الأمر يعني مشرع للرجل يعمل اللي بده اياه تحت عنوان انه هو عنده يعني مساحه شرعيه او دينيه الى اخره، لانه الدين يعني كمان مش معقول كمان يكون الواحد على كارت يعني بسحبه انا وقت اللي بدي. اللي بدي اقوله هون ما فينا نحط هذا المصطلح، المصطلح بحد ذاته خطير اذا بنستعمله للمراه والرجل نفس المعيار. اما الغيره اكيد هي الغيره موجوده عند اثنين، يمكن يكون نفس العامل. ما حلوة العلاقة إذا ما في غيرة، معناتها خلص ما عاد في حب، معناتها إيه عم نقول خلص يعني إيه؟ ملوا من بعضهم. بس غيرة عن غيرة بتفرق إيه في غيرة فيها الشك في غيرة تبع حب تملك، في غيرة تبع وحدة إنه كبرياء، في وحدة مثلا بتغار إنه في غيرة نجاح، واحد بغار بطريقة إنه ما بده واحد إنه ينأذى لحتى هو يصير مثله. في كتير أنواع على الغيرة. إيه صح. شو نوع أنت الغيرة اللي عندك يا هلا يزن؟ يعني إذا بلاقي شيء زايد عن حده ما في شيء معين يعني، هو حسب الظروف. عم بتقولي كلمات كبيرة ده
هيدي يعني ما بتعمل غير تركي. لا لا انا عادي يعني بغار، بس انه ما بغار لدرجة انه والله ممكن شوف موقف سخيف يعني ممكن معجبة تتصل فغار وبنترك، اكيد لا، خلص بقطع الموضوع. ممكن معجبة اذا هي اذا واحدة عم تتصل يعني شو ذنبه هو؟ لا وخلينا تكون معكوسة القصة، حتى لو هو اتصل معجب او حكي مع معجب بالنهاية ده فنان وموجود بعالم يعني فيه تواصل وفيه كذا، يعني مش مفترض يكون عامل حاجز وجدار بينه وبين الناس. ايه لازم يحكي مع معجباته. بس طبعا في مساحه من الاحترام للاحترام. طب انت شو بتعمل اذا فتح مجال؟ لا اكيد ما بفتح مجال. اذا صارت ما بعرف، تسمعي عن الاخبار ان شاء الله. لا لا واثقه من نفسها يدلي يا يزن ممكن يروح فيها. واثقه من نفسها انها تعلم ماذا تفعل. تتعدد مسارات الحياة ومش كلنا على رأي واحد، كل حدا بشوف البوصلة من اتجاه، المهم يضل شي يجمعنا قد ما اختلفنا بالرأي ونخلي الاحترام عنوان كل نقاش. بعد البريك مكملين مع بوصلة الحياة الخاصة، طرونا. رجعنا ببرنامج البوصلة وهالمرة مع The Compass of Pleasure، هالاسم المستلهم من كتاب البروفيسور الأمريكي ديفيد ليندن، رح يكشف الجانب الآخر لقصص بتشكل نظرتنا للحياة. أسئلتي لضيوف البوصلة عن قصص شخصية ممكن تخبيها الوجوه وما يعرف عنها كل الناس. برحب فيكم من جديد لما وفيصل. نعم. قدام البوصلة أنتو حقيقيين عم بتشاركونا الاتجاهات اللي وصلتكم للشخص اللي انتو فيه اليوم. لما انتو قلتي لانجابك ابنك آدم بعد عمر 30 سنة، يزن ما كان بده اياه، واليوم هو بده ولد وعمرك ما عاد يسمح؟ لا هو مو ما كان بده اياه، هو كان ضد انه يكون عنده ولد او نجيب ولد. يعني وقت اللي انا حبلت بآدم كان يزن عمره شيء 40 يعني، فقال لي انه انا هلا عمري 40 يعني انه ابني عمره 20 بده يكون. قد ايه فرق العمر بيناتكم؟ فهلا صار بده بنت، بعد ما اجى الصبي صار بده بنت، بس انا ما عاد لي خلق. يعني منك محضرة حالك لهالخطوة؟ لا خلص يعني تعبت ومرقت وقطعت يعني الله يسلمه، بس يعني كل ما الوحدة بتكبر بيصير جسمها بقى بيتعب أكثر، بدي خلي شيء لإلي أنا لمستقبلي لشغلي لحياتي. ما أنا بتمنى يعني بقول له يا ريت بس هالصبي لو إجا توم منه اثنين. والله فيصل ولدتك بالمستشفى وإنت رفيق وجعها بوصيتها بعد عمر طويل والله يطول لك بعمرها، شو بتطلب أم فيصل من فيصل؟ أول شيء الله يطول بعمرها، وطبعاً ولا مرة فتحت هيك موضوع ولا بحب أفتحه أبداً يعني أصلاً يعني ما بتخيل إنه شي يوم إلا يا أمي شو بتوصيني، يعني بصراحة ما بقدر أتحمل هيك شيء. أنا أمي بحبها مش بس لأنه أمي، أنا أمي بحبها لأنه حدا مهضوم، حدا خفيف الظل، حدا خجول. بتخاف من الخسارة مثل ما خسرت خياك؟ بتخجل حتى من ابنها. أنا خسرت أخوين شقيقين ورا بعض خلال 6 سنين، ويمكن امي نتيجه هذا يعني نتيجه هالمصيبتين ورا بعض يعني كمان اثر عليها. والدتي بالمناسبه عمرها 91 سنه ترتجي للشعر والعتابه والرديات، كما انها الان شاب في مقتبل العمر بكل ما للكلمه من معنى وتحب الحياه. فيصل بس تحكي عن امك ما بنشوف فيك الرجل السياسي، بنشوف هيك طفل بيضلوا بعين امه مهما كبر صغير. هيدي الام، هيدي الام اكبر سياسي عند امه لازم يصير هالقد مين ما كان يكون. هول اللي بيعملوا لحالهم هيك شويه استعراض وكذا مش عارف شو، قلبي بيخجلوا او بيستعبوا انه يكونوا بحضره ابائهم. هؤلاء اصلا ما بيجي مثلهم، يعني الاب والام لا يستبدلان يعني ابدا، وخصوصا الام. يعني عندما يتحدث القران الكريم عن الام والاديان والشرائع والمجتمعات، الام هي الوجود، الام هي الحضن، الام هي بيجي واحد قدام امه يعني بيعمل اتيكيت يعني بيقعد. انا ماما والله وقت يعني هلا متوفين الاثنين امه وابوها تيتا وجده، وقت توفت امها قبل بي قالت لي يا ريت ابي اللي مات ولا امي. قلت لها اوف هالقد يعني اكيد الواحد ما بيتمنى لا هيك ولا هيك. بس انه بس اكيد الام ايه طبعا يعني الام.
أنا بحكي مع أمي كأني طفل صغير، وبتمنى أني يكون طفل صغير. الله يخلي لك. ورح ضلني طفل صغير يعني، بنسى حالي أنا شو عمري، وبنسى حالي كل شيء، حتى أنه أمك بدك تعيشيها لحظة فرح يعني. أمي يكفيها ما يكفيها من ألام، وتجي أنت تتعاملي معها أنه يا لا أبدا، بالعكس. لما بين آدم ويعرب، لمين بتميل بوصلة يزن أكتر؟ الصراحة دايما بقول له بحس ليعرب، وبغار بغار على ابني، بقول له يعني ليش ما بتعامل آدم مثل ما بتعامل يعرب، انه هلا يعرب صغير اشترى سيارة يعني خلاله سيارة له، قلت له يعني وانا ابني شو ما بدك تجيب له شيء يعني؟ قال لا هن اثنين واحد كذا. فبحسه يمكن لانه هو ضل بعيد عنه فترة، بس اكيد ضمنيا يعني انا ما عندي هالتفرقة، بس بضلني بشتغل فيه بهذا الموضوع يعني. وأنا بحب كتير محبته لابنه، لأنه هذا الشيء بعرف أنا كيف هو بده يطلع فيه إله خير بآدم كمان. ما عم بحكي إنه والله هو الأب المثالي، بس أنا عم بشوف قديش في أبهات ما عندهم الوقت وما عندهم الخلق بما فيهم أنا يعني. أنا ما عندي خلق للولاد صراحة يعني. في أهالي بحبوا الولاد، في عالم عنده أولاد وتحب تكون أنسة بيقاردوري للولاد، أنا ما فيني أتحمل الولاد، مالي خلق يزن إله. فيصل، اتهمت بإهانة النساء لما قلت إنه المرأة قليل ما بتطرح سؤال ذكي. نظرتك للمرأة اليوم واقعية أم دونية؟ أولاً أنا شخص غير تمييزي يعني، لا ما عندي مرأة ورجل ذكر وأنثى يعني، هذه ما بستعملها يعني. كل واحد هو بما يملك من مقومات، ممكن يكون مرة بتفهم قد 100 رجال ورجال بيفهم قد 100 مرة يعني. المسألة مش مسألة عددية أو مسألة يعني لها علاقة بالجنس يعني نوعا. فأبدا مش مع هيدي الفكرة أبدا، وأنا كثير شخص متطور بالمعنى اللي أنتم بتفكروا فيه يعني. يعني أنا ما عندي مشكلة لا مع زوجتي ولا مع بنتي ولا مع إخواتي، ما بطل، مع أنه كلهم متدينات ومحجبات وإلى آخره، لكن مساحتهم موجودة على كل يعني. حتى لما أحكيها خارج الهواء أنه من رفقاتي بسوريا الممثلين، كلهم ممثلين ما شاء الله، كلهم بيعرفوا الوسط. بيعرفوا زوجتي وبيعرفوا أولادي يعني، وفي يعني ما في موقف يعني، طالما أنت في حدود أخلاقية للتعامل بالمجتمع. أما غير ذلك أنت عندك مساحة. أنا هلأ لما يمكن المرة جاي بس تجي على لبنان أنا أعزمها لعندي على البيت، تعرف على تشرف يعني تشرف عادي تشرف. يعني ما في أي مشكلة أبدا، ليس لدي موقف من المرأة على الإطلاق، بالعكس. لما بنتك أصالة شو أخذ قصص ما بتحبيها من عمتها؟ لا أنا بنزعش إنه مو أخذ صوت عمتها وبتخجل. بشخصيتها في شيء صفة مشتركة مع عمتها؟ جريئة يعني، ما بتسكت عن حقها. أنت كمان جريئة. أنا أجرأ من التنتين. لا واضح. بتتجنبي ما تصير نسخة منك على السوشيال ميديا؟ ما بتحب ولا حتصير يعني، ما هي بتخجل خجولة يعني. أنا من أنا وصغيرة مالي خجولة، بحب أحكي يعني غير بيرسوناليتي يعني. بس أصالة كتير هي وعمتها بيعدوا وبيحكوا وكتير قراب من بعض، فأنا بقول لها بس يا ريتك أخذي هالصوت من عمتك. فيصل، ولادك على أي مسارات مشين؟ بتتقصد تخليهم بعاد عن ضوك وعلى مسافة من بوصلتك؟ أنا عندي 3 شباب وصبية، علي إدارة أعمال وإدارة مستشفيات يعني ما إلو عليها بهذا العالم تعولي أبدا، ابني محمد الأصغر مهندس ما إلو عليها، رجل فوتبول يعني بحب الفوتبول ومحترف، بنتي مريم ماجستير إعلام ما إلها علاقة حتى بالإعلام يعني مع يعني الإعلام التقليدي اللي أنا بشتغل فيه، الإعلام السياسي، مع العلم إنه هي ماجستير ومتفوقة يعني، أيضا ما راحت لهذا الموضوع. وعندي ابني الصغير عباس راسه حامي كمان بالفوتبول، بس ما يعني ما حدا من أولادي بعد تماما عن مسارك، ما حدا راح لا بيحبوا السياسي لا بيدخلوا بالسياسي. هلا طبعا يعني اني ببيت يعني في له مسار تربوي معين اخلاقي معين، هذا هو اللي الله انعم علي فيه نعمه كريم. كل ضيف قدام طريق ما بالهين قرر يمشي عليه ويكمل فيه للنهايه،
كل قرار أو خطوة أو اتجاه أطول في شيء بده يندفع بالمقابل، وفي أسماء لا مفر من تسديدها. هيدي الحياة، ولا مرة كانت سكر على الحل، عطول في المر والدمع، بس كمان في الأمل والغد أحلى أكيد. تصبحوا على ألف ألف خير.